الحمد وجدنا روح قدس الان واحد امين حكيت علينا نعمته وبركته للان لا بالتمييز. كل سنه وحضراتكم طيبين. نشكر ربنا ان احنا عندنا نقطه في كل الكنائس في مصر مفيش نقطه. يعني اللي جانا بالمنطقه ده المنطقه عندنا اساسا. فنشكر ربنا ان احنا مازال لسه عندنا امكانيه ان احنا نعمل نقطه ونطلع بالعافيه وعافيه الرحمه. كلمة النهاردة عن الشكر. يمكن مش محتاجين ان احنا نفكر نفسنا نشكر ربنا على ايه ولا ايه، بس نتكلم مع بعض كده في كام نقطة عن الشكر علشان نعرف بس احنا النعمة اللي احنا عايشين فيها، مش عشان احنا بس هنا في النمسا، ولكن كل الناس المفروض كل واحد فينا يشعر بالنعمة اللي هو فيها. الشكر مش مرتبط بالنعم اللي عندي عشان نشكر. يعني احنا شفنا مثلا في مصر في ظروف صعبة، مثلا ظروف مادية صعبة، ناس عايشة مادية صعبة، وناس عايشة وبتشكر زي الفل، ما عندهاش أي حاجة من الحاجات اللي المفروض تكون أقل ما يمكن عند الناس، وتلاقيهم فرحانين وبيشكروا. كمان في الظروف الحالية اللي احنا فيها في ناس في مصر عايشة وبتشكر زي الفل ومش شاعرين بالخطر، أو حتى كان في خطر شاعرين بيه ولكن بيقدموا الشكر ربنا باستمرار. الشكر يدل على القناعة. إنسان مقتنع باللي هو فيه. إنسان قنوع باللي هو فيه. فرحان باللي هو فيه. الشكر يساوي فرح. الشكر يديك فرح. لو أنت فرحان هتشكر. لو أنت فرحانة هتشكري. وبالعكس لما أشكر الشكر يديني فرح. الشكر يعني محبة. الشكر يعني محبة. لو بتحبي لازم تشكري. طبعا على كل المستويات. لو بحب ربنا لازم أشكر ربنا. لو بحب صديقي لازم أشكر صديقي. لما بحب أخويا نفس الحكاية. لو بحب زوجتي، لو بتحبي زوجي لازم تسمع كلمة شكرا باستمرار. الشكر يعني محبة. قلة الشكر يعني إيه؟ يعني المحبة قلت عندنا. مؤشر صعب. ساعات بقول يعني احنا مش لازم نشكر، يعني احنا اكلنا اكلة مع بعض وجدينا مع بعض لازم بعد الاكل اقول شكرا؟ مهم. العلاقات دي لازم الواحد كده ينشطها كل شوية بكلمة شكرا. لازم كلمة حلوة تطلع من الواحد لشريكه. انت نفسك وانت كبير تحب انك تسمع كلمة حلوة ولا لا؟ كل واحد فينا ما يقولش بس احنا كبرنا خلاص على الكلام ده؟ لا. ده انا النهارده لو حد مدحك هتلاقي نفسك ان قلبك اتفتح ووشك اتفرد وبقيت مبسوط وفرحان. ليه؟ الكلمه الحلوه بتعمل كده فيك. فكل واحد فينا محتاج انه يسمع من الثاني كلمه حلوه. ما ينفعش ان الواحد يكتفي بانه يسكت وخلاص. يعني الواحد يقول له ما بتشكرش ليه؟ الاكل ما عجبكش؟ يقول له لا عجبني. ما بتشكرش ليه؟ يعني يقول لك خلاص ما اتكلمتش يعني يبقى حلو. هو يعني خلاص ما نتكلمش الا لو في مشكله. عشان الاكل طلع حلو مثلا ما تقولش شكرا، ما تقولهاش تسلم ايديكي، ما تقولهوش مثلا تعيش وتتعب وتعيش وتجيب لنا اكتر خيرك، الكلام الحلو ده اللي احنا محتاجينه باستمرار. ايه حلوه علمنا القديس بولس الرسول؟ لو انت عايز تعرف مشيئه ربنا في حياتك. عايز تعرف مشيئه ربنا في حياتك؟ سؤال ليه حيرنا كلنا. يقول لك ايه؟ اشكره في كل شيء. لأن هذه هي مشيئة الله المسيح يسوع من جهة الكون. هي دي مشيئة الله إنك تشكر في كل شيء. بس كده؟ أحتار وأضرب أخماس بأسداس، أعمل إيه؟ أمشي يمين أمشي شمال؟ ولا أعمل إيه؟ فين إرادة ربنا؟ إرادة ربنا إنك تشكر في كل شيء. ده المفتاح بتاع حياتك، ده المفتاح بتاع سعادتك، ده المفتاح بتاع الفرح بتاعك. اشكره في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. لو جئنا شويه في انجيل معلمة القديس لوكا اصحاح 17 من اول عدد 11 او 12. من اول عدد 12. قصه كلنا عارفينها. كان يسوع مره ماشي وفي 10 رجال عندهم مرض البرص وابتدوا يطلبوا من يسوع ان يشفيهم وفعلا شفاهم. نقراهم مع بعض عشان ناخد بركه الكلمه يعني.
وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال قرص فوقفوا من بعيد ورفع صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. فين الله؟ اذهبوا وهروا انفسكم للكهنه. عشان يحب يقرا الماني يقرا اللي يحب يقرا عربي تبع معايا. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما راى انه شفي ركع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد ظهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي إيمانك خلصك. كم آية كده هو قليلين نقراهم تاني بس بالراحة. احنا اتفقنا قبل كده لما نكون عايزين نفهم كلمة كده ندرسها نقراها مرة واثنين وثلاثة وأربعة زي ما انتوا عاوزين. مش هتزهق منها بس هتكتشف كل ما تقرا مره تكتشف حاجات جديده طلعت لك. نقرا بالراحه. وفيما هو داخل الى قريه استقبله 10 رجال قرص فوقفوا من بعيد. الناس القرص دول المصابين بالقرص ما ينفعش انهم يقربوا من حد. دول ابرص يعني نجس. كلمه ابرص عند اليهود تساوي كلمه نجس. فما ينفعش ان هو اول ما يشوف حد يروح يسلم عليه. ده ابرص، ده يمشي من بعيد ويغطي وشه كمان من الكسوف وهو ماشي يقول ابرص ابرص عشان ما حدش يقرب منه. من كتر ما المرض ده مرض بعيد عنكم يعاقب يكسب لانه مرتبط بالنجاسه. فوقفوا من بعيد استقبلوا 10 رجال بص فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. من بعيد. فنظر وقال لهم: اذهبوا من بعيد ما قربوش منهم أو انفسكم للكهنه. كان الكاهن هو اللي يحكم الانسان ده ابرص ولا خلاص شفي. قال لهم من بعيد كده روحوا قربوا نفسكم للكهنه. وفيما هم منطلقون ظهروا. المعجزه حصلت بالكلمه بالاراده. ربنا يسوع بالكلمه كده من بعيد شوفوا حصلت المعجزه. فواحد منهم لما راى انه شفي. طبعا الفرس ده مرض مرتبط بالشك يعني باين عليه ان هو ابرص. لما خاف حس ان هو خاف وهو ماشي بيجي لرايح الكهنه حس ان هو شفي. رجع يمجد الله بصوت عظيم. رجع يصرخ من الفرح. رجع للمسيح يصرخ. رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. الوحيد اللي عملها ويجيب لك كده جمله اعتراضيه بعد كده يعني نقطه قبليها ونقطه بعديها يقول لك ايه: وكان سامريا. وكان ايه سامريا؟ سامريا يعني عكس اليهود. يهود وسامريين كانوا ماسكين بعضهم كده اهو. وكان سامريا. ولوقا هنا يقول لك الحته دي بروزها لك. كان سامريا يعني ايه؟ ما كانش يهودي. عاوز يقول يعني ما كانش يعرف ربنا زي اليهود كويس. يعني عايز يقول لك ما كانش عنده دين زي اليهود كويس. احيانا غير المسيحيين يكون عندهم فضيلة الشكر أكثر من المسيحيين. أحيانا يكون واحد مش متدين وعنده قناعة أكثر من واحد متدين ويعرف ربنا ومنتصف في الكنيسة. وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: هل ثلاث أسئلة؟ أليس العشرة قد طهروا؟ هو بيسأل يعني مش عارف؟ لا عارف بس يعني يتعجب من حال البشر. مش العشرة شوفوا. طب أين التسعة؟ السؤال الثالث بقى اللي يكسفنا: ألم يوجد من يرجع ليعطي المجد لله غير هذا الغريب الجنس؟ هو ربنا يسوع بيكرر العرف بتاعهم. هم بيقولوا عنه ان هو غريب الجنس عشان مش يهودي. هو بيقول لهم هو الغريب الجنس ده هو مفيش غيره اللي رجع عشان يشكر ربنا؟ ابو التسع اليهود ان شاء الله اللي مش غرب اللي هم اهل البيت اللي هم عندهم دين وشريعه تعطيهم كل حاجه ما يبقوش يشكروا. مكافأة لي. ثم قال له: قم وامضي إيمانك خلصك. لو بتحب لازم تشكر.
الشيطان علمنا ما هو زي ما ربنا يسوع بيعلمنا ايه الشيطان عاوز يبوظ اللي بيعلمنا ربنا. الشيطان علمنا ان احنا نبص للحته الناقصه. واحد يقول لك اصل انا شخصيتي شخصيه بحس عن الكمال. بحب ابص على الحته الناقصه عشان اكملها. هو طبعا يعني في صحيح شخصيه اسمها شخصيه بحس عن الكمال ونحترمها كلنا، بس مش كل واحد يبص على الحته الناقصه يسمي نفسه الاسم ده. مش كده ولا ايه؟ يعني ما تجيش في الحته الناقصه وتقول انا الحته دي ناقصه. طب ما انت قلت ايه الحته ناقصه؟ طب انا حسيت لك الحته الناقصه بتاعتك وانت مسكت الحته الناقصه بتاعتي، ما يعني مش هتبقى عايشه دي، مش كده ولا ايه؟ ما هو انا هكملها وانت تكملني. مش كده بعض؟ قاعد في البيت مع بعضيكم وانت تكمليه وهو يكملك. ما ينفعش ان واحد يقوم بكل الادوار والتاني عاوز يبقى كامل الاوصاف يعني ولا ايه؟ مش لازم يكون واحد يكمل التاني؟ وما اسمها شركه ازاي؟ ما انا لو اعرف اعمل اشتغل لوحدي ما كنتش هعمل شركه. واحد عاوز يعمل شركه يدور على شريك. الشريك ده يعمل كل حاجه ليه ولا ياخد النص؟ ياخد النص. لو انا اعرف اعملها لوحدي ما كنتش عملتها شركه. كنت عملتها كده اهو ملكيه خاصه واكتب عليه فلان الفلاني لوحده لا شريك له ولا ايه؟ مش كده؟ مش عاوز يبقى ليه شريك. يعرف يشتغل لوحده من غير ما يكون شريك، لكن طالما انت قابلت الشركه، قابلت الشركه تتنازلي عن نص حقك للشريك الثاني. مش تاخدي نص حقك من الشريك الثاني، لا تقوليها صح. تقول انا اتنازل عن نص اللي عندي ليه هو؟ اتنازل عن نص حريتي لشريكي، اتنازل عن نص وقتي لشريكي، نص راحتي لشريكي، ونص سريرك لشريكك، مش كده ولا ايه؟ والا كنت بتقعد لوحدك طول عمرك وخلاص ما انتش عايز شريك معاك. عشان بننسى دايما المزمور يقول لنا ايه؟ باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتك. احيانا قصدي من كتر ما بنشتكي نروح ننسى الحسنات، من كتر ما نبص على الناقص اللي عندنا ننسى ان في حسنات كتير ربنا مديها لنا. مش كده ولا ايه؟ الكنيسه بتدينا غذاء مهم جدا، غذاء ده اسمه ايه؟ بتغذينا بايه؟ الكنيسه بتاكلنا ايه؟ الايه؟ الجسد والدم. والكنيسه تسميه ايه؟ سر الخارستيه. يعني الخارستيه؟ الخارستيه يعني شكر. وليه سمينا سر التناول وسر الشكر؟ حد يعرف؟ حد يقول كده؟ ليه سمينا سر التناول وسر الشكر؟ عشان أول حاجة عملها المسيح إن هو شكر. أول ما مسك الكف بقى شكر وبارك وبعد كده هو كسر وأعطى، مش كده؟ نفس اللي بنعمله في الكنيسة، إن إحنا نصلي القداس، أول حاجة في القداس نصليها هي صلاة الشكر. صلاة الشكر هي العامل المشترك في كل صلوات الكنيسة، أول حاجة نصليها صلاة الشكر. كمان القداس يبتدي بكلمة إيه؟ القداس اللي هو ايوه فلنشكر الرب. القداس يعني التقديس، بدايه التقديس، قداس المؤمنين. يبتدي من اول ايه؟ من اول معقول يقول الرب مع جميعكم اين هي قلوبكم؟ وبعدين فلنشكر الرب. كل دول بيقولوا ايه؟ مستحق وعال. الخريس في سومان تو كيريو، فلنشكر الرب. كلمه الخريستيه كلمه يوناني يعني شكر. خريس يعني نعمة. الخريستية يعني أنا باخد نعمة. باخد نعمة يعني تساوي شكر. هو دي معناها في اليوناني، هي معناها كده أهو. واخدين بالكم؟ أنا باخد نعمة يعني أنا بشكر. حتى في القبطي، حد يعرف القبطي؟ شكرا يعني إيه في القبطي؟ شيف إهمود، شيف إهمود، إهمود يعني نعمة وشيف إهمود يعني بياخد نعمة. في شيف إهمود يعني أنا باخد نعمة منك. يعني معناها متشكل. هي دي معناها. فكلمة الخارستية يعني باخد نعمة، يعني متشكر. الكنيسة بتغذينا بكلمة الشكر. عشان يطلع الإنسان فينا مش مسيحي بس، مش أرثوذكسي بس، يطلع مسيحي أرثوذكسي إبخارستي. مسيحي أرثوذكسي إيه؟ إبخارستي، يعني شاكر. حد اسمه شاكر؟ مسيحي أرثوذكسي شاكر. بس يبقى اسمع لمسمى، يبقى شاكر فعلا، يبقى فعلا بتشكر ربنا على كل حاجة. سؤال كده بسرعة، لما يكون عندنا طلب ويكون عندنا زنقة،
كم قداس وكم صلوه وكم شمعه وكم رفع الصوت بنعمله. صلينا يا ابونا، صلينا يا ابونا، ورقه على المسبح، ورقه تحت المسبح، ورقه في السميكه، ورقه جوه الكاس. ها؟ واحد فينا عاوز يكتب ورقه وعايز ابونا يحطها جوه الصينيه عشان خاطر عشان توصل بسرعه. كم مره حطيت على ابونا انه يصلي؟ نقعد كم وقت؟ طول ما العيال بيمتحنوا ورق ورق ورق. كويس، انا مش بقول ده وحش، ده حلو. ربنا قال ادعوا لي وقت ليك وكذا في زمن جدي، ده كلام حلو. لكن السؤال الثاني، كم مرة بعد ما تاخدوا اللي عاوزينهم بنبعت شكر؟ اللي يقول مرة يبقى كويس. اللي فينا يقول لما أعمل مرة وقداس شكر يبقى كويس. ما حدش فينا بيعمل أكتر من كده، لو فينا حد بيعمل ولا إيه؟ يعني كل شوية تذكرنا صلاة، مفيش مرة هتقول لنا يا أبونا قداس شكر باسمنا. ارفع يا أبونا صلاة شكر بالآية علشان خاطر الواد نجح ولا البنت نجحت ولا حصل أي حاجة كويسة. مش كده؟ شوف بنستغرق كام وقت في الطلب ونستغرق كام وقت في الشغل. لو ناخد كده نحدد كلامنا في خمس نقط بسرعه نشكر عليها. حاجات كده نشكر عليها. اول حاجه نشكر عليها الخلاص والفداء. الخلاص والفداء. خلاص يعني ما شكرنا وكفايه. متخيل انك انت عليكي مثلا 1000 يورو مثلا. ومزنونه ومش لاقيه تدفعي منهم. مش عارفه تسددي خالص. وجه واحد قال لك انا هضمن لك فلوسك وهدفع لك الدين بتاعك وهديكي مليون مش قادر. يعني تسددي ديونك وتشيلي البال. خلاص نقول له شكرا وخلاص؟ كلمه شكرا وخلاص؟ خلصت كده؟ خدت اللي انا عايزه وخلاص شكرا؟ ولا افضل طول عمري مديون للراجل ده؟ ده خد كليتي وكمان اداني وسع اكتر. مش كده؟ كلنا كان محكوم علينا بالموت. كلنا كان محكوم علينا بالموت، لازم نشعر بدين. كلنا من غير ما المسيح ينزل ويعمل لنا الفداء بتاعه كان زماننا دلوقتي في الجحيم وبعد شويه نخش جهنم. مش كده ولا ايه؟ لو انت مسجون ولا عليك قضيه ولا حاجه زي كده وجه واحد وفك كل قيودك وطلعت من قضيه زي الشعر من العجين كده وكمان انت زياده، تعمل ايه؟ مش ده يستاهل شكر برضه؟ أول حاجة نشكر على الخلاص والفداء، والكنيسة معلمنا دايما نقول إيه؟ ارحمنا يا الله إيه؟ مخلصنا، وفي ألحان كتيرة نقول كلمة مخلصنا الصالح، يسوع المسيح مخلصنا الصالح، ونقولها في التسبيح يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح، كلمة مخلص دي كلمة كانت بتتفوز، مخلص دي يعني خلصني من حاجات كنت أنا هروح فيها بتأكيد. حاجة ثانية بسرعة، الشكر على الكنيسة. الشكر على الكنيسة. شوف النهارده بنسمع كم كنيسه في مصر اتحرقت. طب في كم كنيسه ما اتحرقتش؟ مش نشكر عليهم؟ مش كده؟ كنتوا هنا في النمسا عندكم كام سنه ما كنتوش عندكم كنيسه وكنتوا بتصلوا في كنايس مؤجره وكده. النهارده في كنايس نشكر ربنا ودير وكهنه وسيدنا وكل حاجه حلوه. مش بالسهل ان احنا نشكر عليها؟ اللي كان عايش قبل كده قبل الكنايس ما تتبني وتبقى موجوده مش يفتكر الفترة دي ويشكر ربنا على الجين احنا النهارده ولا ده طبيعي؟ طبيعي؟ لا مش طبيعي. ليه مش طبيعي؟ ما في بلاد كتير ما فيهاش كنايس لغايه النهارده. اخواتنا اللي بيخدموا مثلا او بيشتغلوا عندهم شغل في بلاد عربيه معينه ما بيقدروش انهم يعملوا كنيسه ويتجمعوا في السر كده علشان يبقوا الانجيل مع بعض. شوف النهارده احنا عندنا كنيسه ونخش وولادنا تلعب في الكنيسه واحنا اسف في الكلمه يعني ناخد راحتنا ونتدلع في الكنيسه ونروح نشتكي ونروح نعترف ونروح الواحد يطلع اللي في قلبه. مش دي نعمه الواحد يشكر عليها ولا ايه؟ مش دي نعمه ربنا بتدخلنا محتاجين ان احنا نشكر عليها؟ تستاهل الشكر ولا ما تستاهلش؟ حاسين بالميزه اللي انتوا فيها ان عندكم كنيسه ولا لا؟ الكنيسه تبتني على شكل سفينه في بعض الطرس يعني تبتني على شكل سفينه عشان تفكرنا بسفينه نوح. ومعروف طبعا العلاقه بين الكنيسه وسفينه نوح، كان اللي يخش في سفينه نوح ينجو من الموت بره. اللي يفضل يدخل جوه هلك في الطوفان. مش كده؟ حاجه ثانيه من رموز الكنيسه يمكن ناس كتير مننا ما يعرفوهاش، سفر يشوع الاصحاح الثاني. كان في واحدة اسمها رحاب. رحاب دي
كانت تشتغل شغلة وحشة، يسميها الكتاب رحاب الزانية، شغلة وحشة. بس رحاب الزانية دي صحيح ما كانتش يهودية، سمعت عن ربنا، سمعت إن ربنا عمل معجزات كتيرة، وسمعت إن ربنا شق البحر الأحمر قدام موسى، وكمان قدام يشوع شق نهر الأردن والأهل إسرائيل عبروا. سمعت الكلام ده كله شايلاه في مخها، وعايزة تعرف وتتعرف أكتر على مين هو ربنا ده. في يشوع 2 يقول لنا إيه؟ طبعاً يشوع بعد 2 جواسيس، كلمة جواسيس على فكرة مش وحشة يعني، بعد 2 علشان يشوفوا أريحة، عاوزين يخشوا أريحة. والاثنين دول لما راحوا أريحة، أريحة مش بلد يهودية، بلد أمم. فيشوع عاوز يدخل البلد دي وعاوز يعرف يدخلها من فين، فبعت 2 يتجسسوا الارض يعني يجسوها يشوفوها بس الارض يدخلوها من فين. وعلى ما وصلوا الاثنين دول البلد كلها عرفت ان في 2 غرب دخلوا البلد. ورحاب دي سمعت الاثنين دول. فراحت هي رحاب واخدت الاثنين دول وقالت لهم تعالوا انا سمعت عنكم والهكم ده عظيم جدا وعمل وعمل. انا فعلا معجبه بالهكم ده هو وحبيت لكم من غير ما اعرفه، تعالوا انا هخبيكم لان الملك والمملكه كلها بيدوروا عليكم. فخدتهم وخبيتهم فوق السطح وحطت عليهم شويه قش كده من السطح. جم الناس، البيت بتاعها في السور بتاع المدينه. المدينه ليها سور وبيت رحاب دي في السور نفسه. فراحت خبيتهم فوق السطح، جم العساكر يدوروا. قالت لهم ده كانوا هنا فعلا بس مشوا كده. مش عكس ما هم هيمشوا. مشوا كده اهو. قالوا طب احنا عايزين نفتش، فتشوا البيت كده اهو، ضربوا على السطح ما شافوش حاجه لان كانت مخبياهم وسط القش بتاع الرز، ونزلوا ما شافوش حاجه. وبعدين بعد ما العساكر مشيوا من اول عدد 12 بقى، يشوع 2 عدد 12، بتقول لهم ايه؟ الان اتكلم الاثنين اليهود دول، الان احلف لي بالرب واعطياني علامه امامه، لاني قد عملت معكم معروفا. انا خدمتكم يعني، عملتكم معروف وخدمتكم ونبذتكم للموت. عاوزه منهم انهم يضمنوا لها لما يدخلوا اريحا ما يعملوهاش حاجه وحشه. بان تعمل انتما ايضا مع بيت ابي معروفا، وتستحيي ابي وامي واخوتي واخواتي وكل ما لهم، وتخلص انفسنا من الموت. طب يعرفهم ازاي؟ ده جيش يشوع هيجي يخش اريحا هيخلصوا على كل الموجودين. هيعرفوا منين؟ ان شاء الله رحاب وامها وابوها واخواتها واخواتها يعرفوا منين؟ شوفوا الحركه اللي عملوها. فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت ان لم تفشوا امرنا هذا. يعني لو توصلتوا السر بتاعنا احنا نفديكم برقبتنا. ويقول: اذا اعطانا الرب الارض اننا نعمل معك معروفا وامانا، فانزلتهما بحبل من القوه لان بيتها بحائط السور وهي ساكنه في السور. جابت حبل ومن الشباك على بره البلد بره المدينه طلعتهم بالحبل. وقالت لهما: اذهبا الى الجبل لئلا يصادفكما السعاة، واختبئا هناك 3 ايام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا الى طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، وإذا نحن ناتي الى الارض فاربطي هذا الحبل من قيود القرمز في القوه التي انزلتنا منها. جابوا حبل كده لونه قرمزي لونه احمر، وقالوا لنا الحبل ده تربطيه في الشباك بتاعك عشان الجيش يشوع لما يجي يعرف ان البيت ده العلامه دي تخليه ما يقدرش يموت الناس اللي فيه، لما هيخشوا اريحه هيكسحوا كل اللي فيها. طبعا اللون الاحمر يفكرنا بايه؟ الدم. يفكرنا بخروف الفصح زمان لما دخلوا الخروف وعملوا الدم على الباب، واخدين بالكم؟ كان الملاك المهلك يعدي ياخدوا الابقار بتاعت المصريين، يجي عند بيت في يهود يلاقي فيه علامه الدم الاحمر، يعبر باس اوفر بسخه. فاكرين كلمه بسخه؟ بسخه يعني عبور، خروف الفصح بسخه اسمه بسخه يعني العبور، يعني جه الملاك هيفوت واحد لقى الدم قال لا هعبر اعديه افوته، عشان كده جت كلمه بسخه منه يعني عبور. الايه الاخيره بقى يقول لك ايه؟
فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه فنحن نكون بريئين. أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا. اللي جوه البيت معاكي هيسقط من الموت، واللي بره البيت دمه على رأسه، دمه على جنبه، البلد كده دمه على جنبه. فبيت رحاب أهو بقى بيت خلاص. رحاب الثانية دي بقى بيتها بيت خلاص. اللي يدخل البيت ينجو من الموت، واللي يطلع من البيت يموت على طول في السيف، مش كده؟ عشان كده بيت رحاب ده فكرنا بالكنيسة. رغم إن الكنيسة تقول أنا سوداء وجميلة. أنا سوداء بالخطية اللي فينا، ولكن جميلة في عين ربنا لأن أنا حبيته. أنا عجبني ربنا وعجبني طرقه، عشان كده أنا حبيته. الكنيسة تقول أنا سوداء وجميلة بالرغم من إنها ثانية، ولكن كان عندها قلب حساس حسس على طول بإلهنا وعمله العظيم. الشكر على الكنيسة، لازم نشكر على الكنيسة إن إحنا جوه الكنيسة محميين. نقطة ثالثة، الشكر على رعاية ربنا لينا. الشكر على رعاية ربنا لينا. يعني أنت شايل الهم مثلا الشمس بتطلع إمتى وتنزل إمتى؟ ها؟ مسك الدروس بتاعت المكنة اللي بتخلي الشمس تطلع في السماء وتنزل من السماء ولا شغالة أوتوماتيك؟ شغالة أوتوماتيك. الأرض اللي أنت ماشي عليها يعني أنت عملت فيها حاجة عشان تثبتها ولا هي ثابتة لوحديها؟ السماء اللي فوق اللي أنت شايفها دي عملنا فيها حاجة عشان تبقى فوق ولا هي لوحديها ربنا خلقها كده؟ القلب بتاعك، قلبك شغال وانت قاعد مهتم ان هو يفكر انه شغال ولا مش شغال، ايديك شغاله، جهاز الهضم بتاعك شغال، كل جسمك شغاله ولا مش شغاله، بتفكروا في حاجه زي كده؟ محدش بيفكر، ليه؟ طبيعي عادي. طب ليه عادي؟ ما هو في ناس مش عندها العادي ده، مش لازم نشكر عليه؟ النعمه اللي عندي مش لازم اشكر عليها؟ يعني على راي حد قال ان انا لو حسبت الاعضاء اللي في جسمي لو بعيد عنكم واحد عاوز كده ما اعرفش بكام الف، ولو عاوز مش عارف نقل كبد بكام الف، ولو حته مش عارف فين بكام الف، فانا عندي نعم قد ايه؟ هو لازم النعمه بعد الشر تروح مني عشان افتكر، مش كده؟ يعني لو انا عندي 40 سنه ولا 50 سنه ولا 20 سنه وجالي مرض وانا عندي 40 سنه واصبح بقى يا رب اشفيني. طب ال 40 سنه اللي فاتوا كنت بتشكر على انك انت في صحه كويسه؟ اتفقنا ان احنا نشكر ربنا على الصحه الكويسه في الفتره اللي فاتت ولا لا؟ فالقيس غريغوريوس في القداس الغريغوري من زمان ما بنصليهوش يعني يقول له ايه؟ يقول له كلمه حلوه قوي، يقول له لن تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. بيكلم ربنا ما خليتنيش محتاج حاجه من اعمالك ومن كرامك يا رب. اساله تستغرب يعني انت يا قديس يا عمرو والرولس وانا تملك ايه؟ ايه اللي عندك بالظبط؟ يقول لك اعدل لك يا سيدي. اقمت السماء لي سقطا وثبتت لي الارض لامشي عليها. من اجلي الجمت البحر، ربطت البحر. من اجلي اظهرت طبيعه الحيوان. اخضعت كل شيء تحت قدمي. هو ايه ده؟ حاجات يتشكر عليها دي؟ تقول له ثبتت لي الارض امشي عليها. والسماء الفضية بقت سقف، هو دي حاجة تشكر عليها؟ إنسان حساس وصل لدرجة الإحساس إن هو يشكر ربنا على الحاجات اللي أنت شايفها طبيعية. ولو إن هي مش طبيعية، مش في بعيد عنكم بلاد مأزية أوي من المراكين والزلازل، الأرض مش ثابتة تحتيها. بيوتهم مهددة، عيشتهم مهددة، وحياتهم مهددة. طب إحنا نشكر ربنا حياتنا سالمة والأرض تحتينا ثابتة والسماء فينا ثابتة، نشكر ربنا. النهار بيطلع في وقته والليل بيجي في وقته والمطر بيجي في وقته. عينيا بتفتح بلاقيها شغاله، مش دي عنايه ربنا لينا؟ هو ربنا خلق الكون وقال له يلا عيش؟ ده خلقه وما زال. يقول ربنا يسوع ايه؟ ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. لغايه دلوقتي يا رب مش انت خلقت الكون وخلصت ست ايام وخلصت واستراحت اليوم السابع ويقولوا لنا ان احنا دلوقتي لغايه دلوقتي احنا في اليوم السابع ما خلصش، مش دي مستريح؟ يقول لك لا، ابي يعمل حتى الان أنا أيضا أعمل. بعد ما شعب إسرائيل طلعوا من أرض مصر يقول لهم إيه؟ ما كانش يقول لهم طول السكة، جه في الآخر بعد ما طلعوا قال لهم آية حلوة أوي في خروج 19، يقول لهم أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. كل القصة الطويلة دي من خروج مصر لغاية النهاردة إنك يا رب كنت شايلنا على أجنحة النسور؟
لأن كنت شايفكم بالمعجزات. بس أهلهم إمتى؟ بعد ما وصلوا، بعد ما عدوا. أنا حملتكم على أجنحة النسور وهديت بكم إلي. عارفين؟ عارفين؟ بعد ما نطلع من جسد موسى للسماء هنسمع الكلمة دي من ربنا. يقول لك طول عمرك وأنا كنت شايلك على أجنحة النسور وهديت بكم إلي. يعني مواقف كتيرة في حياتك عدت عليك وأنت مش واخد بالك إن كان فيها معجزة ولا كان فيها حماية ولا كان فيها أي حاجة. نطلع فوق السماء تفتكر أو تشوفها أو تكتشف ربنا يسرح ليك يقول لك انا كنت شايله في الموقف ده على اجنحه النسور واتيت بكم الي. ربنا مش زي الانسان، انت لما تعمل معروف مع واحد او تعمل جميل مع واحد لازم توريه له انك بتعمله، يعني لازم كده تقول له على فكره انت كان هيجي لك طلبه من فلان وانا مش داعي عنك عشان بس يعرف انك جدع يعني، واخد بالكم؟ لكن ربنا مش محتاج كده، ربنا مش مستني ان هو يوريك ان هو جدع. ده ربنا جدع من غير ما يوريني. واخدين بالكم؟ نقطة رابعة، الشكر على الحياة. الشكر على الحياة. الشكر على الحياة يعني إيه؟ أشكر ربنا إن أنا لسه عايش. مش كده؟ موقف كده بسيط يعني حكيته امبارح للشباب في اجتماع الشباب، وأنا جاي من القاهرة، جاي من الدير للقاهرة وبعدين هسافر يعني. فالأخ اللي جاي ياخدني بالعربية مسيحي يعني، بس اليوم ده هو علق صليب على البرايش. فحلو كويس. فقال لي بقول على فكرة أنا النهاردة حطيت صليب، أنت شفت امبارح إني ما عنديش صليب. قلت له كويس حلو. قال لي أصل امبارح كان اللي جاي عاملين صليب يكسروا عربيته ولو مسكوه يفتحوه. قال طبعا يعني إيه؟ قلت اشكر يعني، قلت له متشكر، يعني اشمعنى انا اخدت حتى الصليب يعني؟ هو قال لك لو انا كنت معقولة يبقى هخش السبع على طول. نشكر ربنا محدش شافنا وما متناش. نشكر ربنا يعني حد غيرنا عدى ومات، مش كده؟ طب انا ما متش. طب مش اشكر ربنا على الحياة دي؟ أنا روحت الدير السنة دي مثلا، رحت الدير كتبت الطقوس المدفن بتاع الرفان، أنا ليا سنة بالظبط ما رحتش الدير، في خمسة دخلوا الطقوس، في خمس أبناء نجحوا في الدير السنة اللي فاتت، مش كان ممكن أكون واحد منهم ولا إيه؟ طب ما كنتش منهم، مش أشكر ربنا على الحياة اللي أنا فيها؟ مش في ناس بينا بيموتوا من غير ما يحسوا كده أهو في غفلة كده بيجيلهم ما جاليش. اشكر ربنا على الحياه ولا لا؟ تستاهل الشكر ولا لا؟ تستاهل ان ربنا مديني فرصه ثانيه ومستنى عليا اشكره عليها ولا لا؟ نقول ايه في التسبيحه؟ كل نفس اتنسمه اسبح اسمك القدوس، كل نفس. كان ممكن النفس يدخل ما يطلعش او يطلع ما يدخلش. كل نفس اتنسمه اسبح اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح. مخلص الصالح. قول انت عشان تسمع. كل نفس اتنسم واسبح اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح. مخلص الصالح. اكتب ورا عشان ثلاثه. كل نفس اتنسم واسبح اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. بس مش عايزين تبقى كلام بس، لازم ننفذها. كل نفس اتنسمه اشكرك يا رب. يا رب يسوع المسيح اشكرك. لك الشكر يا رب يسوع المسيح. المجد باسمك القدوس يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح اسبح اسمك. تشكرك عني ملائكتك وخليقتك، الخليقه اللي ربنا خلقها دي بتشكر، واذا ما شكرتش انا مسؤول ان اقدم الشكر لربنا نيابه عن خليقتك. اخر نقطه نقولها الشكر على شركاء حياتك. الشكر على شركاء حياتك. مش شريك حياتك، مش واحد بس، ده انت عندك في حياتك شركاء كتير. كل اللي عدوا في تاريخ حياتك، كل اللي شفتيهم في تاريخ حياتك دول شركاء حياتك. يعني دول مرسومين في الخطه اللي ربنا رسمها لك. كل واحد عدى عليك في حياتك ربنا عاوز يبعت لك من خلاله رساله.
الكويس بتتعلم منه، طب والمتعب؟ اوكي ابعد عنك. طب ما نفس الفكره او ايه؟ طب اصلي من اجله ماشي كويس، الكويس اتعلم منه واللي متعب اصلي من اجله، او حد تاني يقول اتعلم منه، او حد تاني يقول احتمله، او حد تاني يقول احبه. كل واحد حسب مستواه، كل واحد بيعدي عليه في حياتي له دور، وبعد شويه هيخلص الدور بتاعه ويمشي. طبعا شركاء حياتك من اول اصدقائك واخواتك ابوك امك زوجك زوجتك اولادك جيرانك اب اعترافك اي حد في دول هم شركاء حياتك. كل دول ربنا بعتهم ليك هدايا. الكويس بعت لك هدية، طبعا باين ان هو كويس هدية، واللي مش كويس هدية برضه، بس ملفوفة لفة كده مقفولة محتاجة انك انت تكتشفيها. حتى الضيقات اللي ربنا بيبعتها في حياتنا، اللي ربنا بيسمح فيها في حياتنا، ربنا بيقول لنا دي برضه هدية. آخر سؤال أسأله، لو ما شكرناش على النعم الكثيرة، طبعا لما قلت خمسة لو نقولهم كده مرة ثانية، أول شكر قلنا نشكر على إيه؟ على الخلاص ماشي، الخلاص والفداء، نشكر على ايه تاني؟ الكنيسة، نشكر على الكنيسة، نمرة ثلاثة. الرعاية، رعاية ربنا، نشكر على رعاية ربنا، نمرة أربعة. على الحياة، نمرة خمسة. على شركاء الحياة، شركاء حياتنا. لو ما شكرتش على ده كله وغيره وغيره كتير من مما لا يعد ولا يحصى. امتى هتعلم اشكر على الضيقات؟ احنا في ضيقه النهارده واخواتنا في مصر في ضيقه. فعلا في ناس في مصر عايشين ترعب. لو انا ما شكرتش وانا في الوسع تفتكر لما تجي لي ضيقه هعرف اشكر؟ لو عودت لساني على الشكر وانا في الوسع حتى لو جت لي ضيقه هتعود اقول اشكرك يا رب. كلمه شكرا تسليم. عارفين يعني ايه تسليم؟ يعني ابويا يسلمها لي وانا اسلمها لاولادي، ولادي يسلموها لاولادهم، ده اسمه تسليم، طقس تسليم، زي ما قلنا كده يروح الدير يستلم القداس، يعني يستلم القداس؟ يعني يقول له واحد اثنين ثلاثه اربعه تعمل كده بالظبط، ده تسليم. فكلمه شكرا دي تسليم. تقول الواد مش عارف حالنا، الواد مش عايش عشان اهله، البنت مش عارف ايه، طب ما انا لازم اسلمها، لازم اسلمه كلمه شكرا، لو استلمها مني في البيت هتبقى عيشته سعيده. هدي له سر السعادة، هدي له سر انه يعرف يعيش ازاي. كلمة شكرا لما اسلمها له اشكرك يا رب باستمرار، دي مفتاح الحياة، مفتاح السعادة. بركة الأمانة العذراء تكون معانا كل سنة وحضراتكم.